السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت الجماهير الجزائرية خلال مباراة سويسرا ضد الكاميرون. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن لعب اليوم مباراة منتخب سويسرا ضد المنتخب الكاميروني لحساب المباراة الأولى خلال هذه المجموعة في كأس العالم قطر 2022. وخلال مجريات الشوط الأول، رفع مناصر المنتخب الوطني الجزائري العلم الجزائري خلال هذه المباراة، وهذا لتشجيع منتخب سويسرا ضد الكاميرون، والذي تأهل على حساب المنتخب الوطني الجزائري بمساعدة الحكم الغامبي بكاري قصامة، والذي كان له الفضل في تأهل المنتخب الكاميروني إلى المونديال. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.